ايه اللي مقعدك كده يا صلاح؟ كنت قاعد بفكر مع نفسي كده ان انا بقالي حوالي 5 سنين مفيش حاجه بتحصل في حياتي خالص، لحد ما في اقل من شهر واحد بس حصل لي كل حاجه. كسبت القضيه اللي بقالها 25 سنه وطلعت ما كسبتهاش، خدت ملايين وطلعت مش بتاعتي واتاخدت مني تاني، لحد ما كسبت القضيه بجد وبرضه مستني ملايين مش عارف جايه ولا لا. مش بس كده، انا كمان على ذمتي اتنين، واحده فيهم قتلت التانيه، قامت التانية صحيت تاني. طب مش كانت الحاجات دي اتقسمت على ال5 سنين بدل ما هي؟ وكانت تفرق في ايه لو كانت حصلت كلها في شهر ولا 5 سنين؟ لا كانت هتفرق. كانت هتفرق ان كل الحاجات اللي حصلت لي دي خوفتني. وعلى رأي ماما كانت دايما بتقول اتخانق مع واحد قوي عادي علقة وهتعدي، لكن اوعى تتخانق مع واحد خايف عشان الخايف بيلوش فممكن من خوفه يقتلك. انت بتهددني تاني؟ اعوذ بالله. بس انت الوحيدة يا سارة اللي في حياتي اللي انا مش مستني منها حاجة وحشة. انا مستحيل اعمل فيك اي حاجة وحشة عشان بحبك. انا خربت الدنيا علشانك يا سارة؟ لو بعتيني عشان أي حاجة أو أي حد مش متخيل ممكن أعمل فيك إيه.